أعزائي المشاهدين مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في حصة ديزاد ماغازين، هذه الحصة اللي تأتيكم أسبوعيا عبر قناة الوطن الجزائرية مع لي كرونيكور تاعنا لي زانفيتي بيان سور. حضوركم صحة شريبتكم نعاودها لكم هذه روحوا نشوفوا بعد الفيتي. هذا العام ملا شاشة وخلى العائلة الجزائرية تتلم مقابل لاتيري. سمعت قلت أفسح حسام باللي المنتجين ما عجبهمش الحال كي تلقاو يضاير، عندي معلومة باللي تلقاو مام استدعاء من وزارة الاتصال. ضيف تاعنا النهار اليوم هو شيخ الشيوخ البادي البحري. مرحبا بك. مرحبا أعزائي المشاهدين، مالو بدي جورونو. Le slam, déjà, il y a la narration. Il faut savoir narrer. Inch'Allah. Les textes écrits slam, علاش on ne peut pas les chanter. Des images, il y a des images, il y a des images. روحوا شنو لا ديزيام شونسون ابعد يا ولاد الامه يا بنات الامه وين راهم يا ما زمان اي 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 توا من الموما قاعده محيومه وين راهم ناس القومه